نروح بقى للغردقه واكاديميات النادي الاهلي، وما شاء الله النادي الاهلي في كل ربوع مصر وفي كل محافظات مصر، وايضا افتتاح اكاديميه النادي الاهلي في الغردقه في سينزو كان افتتاح رائع، اعداد كبيره جدا بمجرد ان اسم النادي الاهلي اتقال في محافظه البحر الاحمر في الغردقه. تعالوا نشوف مع بعض تقرير اكاديميه النادي الاهلي بالغردقه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. والله طبعا انت عارف نادي سينزو ده احنا اكتشفنا انه نادي كان موجود بيلعب في دوري الدرجه الثالثه والرابعه في منطقه المحافظه البحر الاحمر، والحقيقه وجودنا هنا يعني نتيجه هذا المكان الحقيقه اللي فيه كل الفاسيلتيز اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده، انا بعتقد انه ده اضاف لاكاديميه النادي الاهلي في محافظه البحر الاحمر لاول مره منذ 14 او 15 سنه انها تقام اكاديميه في هذا المكان. وانا حقيقه بحيي المسؤولين والاستاذ ابراهيم الحقيقه طويل المسؤول عن هذا المكان الذي اسسه تاسيس على ان يكون حاجه مستقبليه لكل حقيقه للبحر الاحمر وللصعيد عموما، لانه حتى كل الناس اللي موجوده في اينا ولا موجوده في الالومنيوم في نجع حمادي في كل الاماكن دي والاقصر بيجوا حقيقه يتواجدوا في الاكاديميه معانا هنا من مدربين للاعبين. وانا بعتقد انه حقيقه وجود مايكل بروكيتش ومستر ميشيل وتامر حفني وكابتن خالد بيبو في هذا اليوم يضيف القدر الكبير من التعاون الموجود بين الاكاديميه والقطاع الناشئين الحقيقه. والله كابتن خالد بيبو الحقيقه طالما اشتغل قبل كده في هذا المكان عارف قد ايه قيمه وجود اي حد من القطاع في وجود الاكاديميات، بيشكل مصداقيه كبيره جدا لاولياء الامور انه الحقيقه اللاعبين المميزين اللي بيطلعوا من الاكاديميه مكانهم موجود ومحفوظ في قطاع الناشئين. وجود حقيقه هؤلاء المديرين الفنيين من قطاع الناشئين في وجود تامر حفني الحقيقه المسؤول عن البرايم ومدرسه الكوره، انا بعتقد انه ده هي اضافه كبيره جدا للاكاديميه ان هناك متابعه ويعني وجود كمان برضو اكثر من شخص مهتم بهذا الموضوع في قطاع الناشئين. نرحب بكل اولياء الامور اللي موجودين الصراحه اللي بيتعبوا وبيجيبوا ولادهم وبيجوا يحضروا الاكاديميه، نرحب بقطاع الناشئين طبعا مستر مايكل جاي ومعاه ومستر ميشيل والكابتن تامر حنفي وكل المجموعه اللي جبناهم معانا، كابتن شطه طبعا، كابتن ياسر ريان، كل الموجودين عشان نفتتح النهارده يوم لاكاديميه النادي الاهلي بسنسو. نتمنى نشوف زي ما انتم شفتوا كده النهارده الاعداد ما شاء الله يعني مسك الخشب جميله جدا، نتمنى ان احنا نكون نعمل الرساله للنادي الاهلي، احنا جايين للغردقه جايين عشان نشوف ولاد مميزين المدربين بيشتغلوا هنا بيشتغلوا مع الولاد عشان يبرزوا لنا المواهب اللي موجوده عندهم، بعد كده بنطلعهم للفريق البراعم او فريق الناشئين بيتفرجوا عليهم بيشوفوهم بياخدوهم، يبقى عندنا بعد كده قاعده برضو من الاكاديميات بتاعت النادي الاهلي اللي موجوده على مستوى الجمهوريه عشان نبرز الولاد الكويسين، يبقى عندنا خامات كويسه. وطبعا يعني ما بنحط هنا المدربين معاهم المسؤوله عن الاكاديميه بيبقى مدير الفرع، ده احسن حاجه لانه بيشتغل مع المدربين على الولاد بننمي المهارات اللي عندهم بننمي الاستلام والباص والتحرك بالكوره، بيبقى حاجه جميله جدا ننمي الاولاد ونستغل الفرصه ان عندنا المدربين الاجانب بييجوا بيتفرجوا عليهم وبيشوفوهم، يبقى دي حاجه كويسه برضو ان شاء الله يبقى يعملوا لنا نجوم تمثل للنادي الاهلي نجوم مواهب عاليه في الغردقه. طبعا انا بطمن الناس ان فعلا الاكاديميه بتورد لعيبه كتير جدا للقطاع عندنا، وحضرتك عارف ان من اول 2008 كان في النادي معظم الاولاد طلعوا عندنا، وفرقه 2007 ما شاء الله اللي خدت البطوله كلهم من الاولاد الاكاديميه، معظم الاولاد الاكاديميه. فبطمن الناس ان فعلا احنا اول حاجه بنبص لها طبعا الاكاديميه، لان زي ما حضرتك عارف بيبقى الولد متاسس عن اللي بيجي لك من الاختبارات. فطبعا بقول ان شاء الله الناس ما تقلقش وان شاء الله في اجيال طالعه كويسه للنادي الاهلي باذن الله. هو النادي الاهلي طول عمره يعني الحمد لله يمكن الاكاديميه ديت اكاديميات النادي الاهلي على مستوى مصر بيتفرج لعيبه كبيره جدا بتوديها قطاع الناشئين، ومن قبل كده حتى واحنا موجودين في القطاع برضو كان لها دور كبير جدا اكاديميات النادي الاهلي، فحتى التواصل بين الاكاديميات وبين القطاع ده حاجه ناجحه جدا، ودي بتبقى رساله لاولياء الامور كلها اللي انت مبنك بيبقى مميز وبيبقى حاجه شكلها كويس عندنا في النادي الاهلي في الاكاديميات طبيعي جدا اللي هو بيبقى الفرصه ليه اللي هو موجود في القطاع، وده حاجه كويس اللي احنا موجود نبقى في المحافظات كلها يا فاروق
لان انتوا موجودين زي ما انت اتكلمت قبل كده وقلت احنا الوقت معديين ال 20 فرع، ده حاجه كويسه لنا وده طبيعي النادي الاهلي. احنا مؤسسه كبيره، مؤسسه بتخدم الدوله، بنخدم المجتمع، فكل ده الحمد لله فضل الله ربنا سبحانه وتعالى. الرساله بتاعتي اللي انا بقول لكل اللي موجودين في الاكاديميات، ان شاء الله باذن الله يكون ليك وجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النادي الاهلي برضه بيفرغ للانديه طول عمره سواء في قطاع الناشئين او في الدرجه الاولى، فالحمد لله النادي الاهلي على طول حاجه جميله. والولاد اللي موجودين انت شفتهم النهارده برضه، انا سعيد جدا بيهم النهارده.